هاليلويا. كل آلة صورت ضدنا لا 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 تنجح. ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع تقدر تقول معايا كده، كل آلة صورت ضدي لا 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 تنجح. باسم الرب يسوع كل آلة اتعملت لإيذائي لا 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 تنجح، وكل خطة شيطانية زي ما بنقرأ في سفر أشعياء لا تقوم لا تكون باسم الرب يسوع. كل خطة شيطانية لإيذائنا، سواء عندنا معلومات عنها، سواء خطة مش شايفينها مش مدركينها، كل خطة شيطانية معروفة أو غير معروفة ضدنا لا تقوم باسم الرب يسوع، لا لا تكون. ويكون محاربون كلا شيء وكالعدم. عزيزي المشاهد، ببدأ معاك بآية من سفر الأمثال أصحاح 23 وآية 17: لا يحسدن قلبك الخاطئين، لا يحسدن قلبك الخاطئين، بل كن في مخافة الرب اليوم كله، لأنه لابد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. الكتاب بيحذرنا من ان احنا نحسد الناس اللي ماشيه غلط، الناس اللي عايشه في الخطيه. يبقى إذن الكتاب عارف ان احنا بنتجرب بهذه التجربه. يعني ايه تجربه؟ انك تلاقي واحد بيكذب في شغله وماشي شغله بالرشاوي وبياخد حاجات مش من حقه، بيبيع اكتر منك، بيكسب اكتر منك. انت عشان امين بسبب علاقتك مع الرب، انت امين، تدفع الجمارك صح، بتعمل الضرائب بتاعتك صح لانك امين، مش عايز تسرق البلد ولا عايز تغش حد لانك ماشي صح، تلاقي نفسك بتكسب اقل، فتبتدي الشيطان عايز يوقعك. دي تجربة يخليك، عايزك يخليك شاعر بالفرق، ويخليك بيدفعك انك تقارن نفسك بدول اللي عايشين في الخطية. طب هم ناجحين، طب ده اشترى شقة، انا مش قادر، ده مش عارف علم اولاده فين، انا مع ان انا امين، مع ان انا بخدم الرب. الشيطان عايزك تقارن مع الخاطئين، سواء في المجال بتاعك يقولك شوف ده، شوف بيعمل ازاي، شوف بيعامل العمال ازاي، انت بتعامل العمال بامانه، شوف هو بيظلمهم ازاي، بس يقولك الشيطان شوف هما شوف بيكسب قد ايه وانت بتكسب قد ايه. تجربه المقارنه. فعشان احنا عرضه ان احنا نغير ونحسد، الايه اوعى من جواك تحسد لا يحسدن قلبك الخاطئين. لازم اطيع الكلمة. يبقى الكتاب منتبه، كتاب مقدس منتبه ان في تجربة اسمها تجربة الغيرة من واحد ناجح، انا شايفه ناجح والناس شايفينه ناجح رغم انه عايش في الخطية، وانا اللي عايش مع الرب بامانة مش ناجح زيه. تجربة. والكتاب بيقول لنا ان اساف وقع في التجربة دي وكان هيضيع لولا انه دخل الى محضر الرب. لا يحسدن قلبك الخاطئين. اولا انت مش عارف كل ظروفهم، يعني ممكن يبقوا ناجحين بيحققوا مكاسب مادية عظيمة لكن حياتهم العائلية منهارة، مش سعادة. انت بتعرفش كل حاجة، وانت بتعرفش ايه اللي هيحصل بعدين،
يعني الكتاب زي ما الرب فهم أساف ان ممكن كل ده فجأة ينتهي. انت بتعرفش، لا تعرف الحقيقة كاملة ولا تعرف هيحصل ايه في المستقبل. لا يحسدن قلبك الخاطئين، واوعى تعمل زيهم. ما تقارنش نفسك بواحد بيكسب كتير عشان بيغش في السوق فتروح تغش. كن في مخافة الرب اليوم كله. انتبه لاني ممكن تغير، ممكن عندها غيرة، وممكن تقول اقلد، وممكن تقول ما انا ماشي صح، انا مش بكسب، انا مش بغش في الامتحانات، مش بجيب زيهم. طب ما غش، ما هم بيغشوا عشان اجيب احسن. لا، كن في مخافة الرب اليوم كله. يبقى لا تحسد ولا تقلد، لا تحسد ولا تقلد، حتى لو هما بالعين البشرية بالنظرة السطحية ناجحين جدا 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 جدا، برضو اوعى تحسدهم واوعى تقلدهم. كن في مخافة الرب اليوم كله. بعدين بقى آية 18 مشجعة جدا، لأنه لابد، لابد يعني حتما مؤكد من ثواب، يعني لازم الرب هيكافئك إنك أنت ما قلته، ما لم تقلدهم، ولازم الرب هيكافئك عشان أنت أمين معاه. أوعى تحسدهم لأن أنت هتتكافئ. لابد، لابد من ثواب، لابد من مكافأة. وبعدين وتوقعاتك لتدخل الرب لا يخيب. ليه رجاء جديد؟ ليه في بعض الترجمات التوقع. أنا أعيش مع الرب في مخافة الرب وأتوقع أن الرب يكافئني، وأتوقع أن الرب ينجحني، وأتوقع أن الرب يجعل نجاحي ظاهر للجميع شهادة لي. هنا الآية رجاؤك لا يخيب، توقعاتك سوف تتحقق. عزيزي المشاهد، تعالى معي الآن إلى صموئيل الثاني أصحاح 13، بنكمل التأمل في القصة البشعة اللي حدثت في عائلة داود. إزاي إن أمنون ما عملش اعتبار لأبوه داود، ده الابن البكر، وابن عمه يونادان ما عملوش أي اعتبار لداود، ولا عملوا أي اعتبار للعيلة، ده ابن عمه، ولا عملوا أي اعتبار للرب. ونتيجة نصيحة يونادان، أمنون عمل خطة شريرة عشان يزني مع أخته غير الشقيقة اللي اسمها سمار. بدل ما صديقه ده ابن عمه ينصحه بإنه يقاوم ونصلي ويشغله لا شجعه، وعمل له خطة. قال له إيه؟ زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، تظهر بإنك مريض، أبوك هيجي يسأل عليك. ما كل واحد كان من الأولاد كان ليه بيت اللي كبروا، يعني هيجي يسأل عليك، انت تظاهر منك مريض، ارقد على السرير كده نام واعمل نفسك عيان، وانت شكلك طبيعي من الكبت تعبان، ولما يجي لك اطلب منه قول له انا نفسي مسدودة عشان اكل، ابعت لي سمار اكلها حلو، تعمل الاكل قدامي، مش تعمله في البيت وتبعته لي، ده انا عايزها تعمله قدامي عشان بقى نفسي تتفتح وآكل من إيديها وأتحسن، صحته تتحسن. وقلنا بقى إن داود للأسف اتضحك عليه، وداود كان حسن النية جدا في هذا الأمر. فيقول الكتاب بقى، نقرأ الآية في أصحاح 13، جاء الملك. وطبعا الكتاب حريص إن ما يقولش فجاء داود، جاء الملك، يعني هنا في مغزى.
ان داود الملك هيجي يزورك. ازاي تضحك عليه؟ ده مش بس اب، ده ملك، هو ملك من الرب. فجاء الملك ليراه. وبعدين لما راح له داود ضحك عليه، كذب عليه، يقول كده: فقال أمنون الملك أنا عيان، دع سمار أختي. ما قدرش بقى يقول له زي ما قال لابن عمه لما سأله ابن عمه: أنت ليه كده ضعيف وشكلك مكتئب وكده؟ ليه أنت كده؟ عشان عنده كبت. فراح قال له: إني أحب حب جنسي يعني سمار. ما قالوش أختي، أخت أبشالوم أخي. لا، ما قدرش طبعا يقول لأبوه كده، ما قدرش يقول له أخت أبشالوم أخي، على أساس إن أخت أبشالوم من نفس الأم وهي أخته من نفس الأب. أما هي أخت أبشالوم من بسبب الأب واحد اللي هو داود والأم واحدة. قال له كده بقى، قال له: دع سمار أختي فتأتي وتصنع أمامي كحكتين بس، يا دوبك أنا نفسي مسدودة، فآكل من يدها. للأسف داود اضحك عليه، أرسل داود إلى سمار إلى البيت قائلا: اذهبي اكسري القواعد اللي احنا حطيناها، كان ممنوع، وانا بقى الملك بأمرك انك تروحي لبيت امنون اخيكي. الملك حسن النية، وقلت دي رسالة لكل اب وام ما يبوش حسن النية مع اولادهم يبعتوهم اي حتة. لا، ما تقولش اصل ده قريبها، ما تقولش اصل دول، لا لا، ما فيش حاجة اسمها كده. تبعتهم اي حتة ويبيتوا برا البيت، لا، في قواعد. هتقول لي ايه؟ اولادي بيزعلوا مني، بنت بتزعل مني، تزعل احسن ما تضيع. لاني القصه دي لو داود خد حذره وقال له: لا ما تجيش، لا، بس كان حسن النيه، وبسبب حسن النيه الخطا. داود حتى ما صلاش. لازم نبقى حذرين اولادنا بيروحوا فين، بناتنا بيروحوا فين، وما نبقاش مرنين تحت الضغط. لا، لازم ابقى متاكد كاب وكام اني الرحله دي او الزياره دي او المبيت بره البيت ده ما فيهوش اي احتمال ولا 1% لاي اذى يحصل لبنتي. دي امانه، دي أمانة، إن الأب يبقى أمين، لأن هو اللي بيسمح أو لا يسمح. هو لولا إن الملك سمح كانت سمارة تروح، ما ينفعش، في قواعد. فذهبت سمار إلى بيت أمنون مطيعة. أخيها، كتاب بيقول لك عايز يشاور الكتاب على الخطية، إنها خطية صعبة جدا 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 جدا، لأن ده مش زنا مع أي واحدة، ده زنا مع أخته، صحيح مش شقيقته لكن أخته، وده ضد الشريعة اللي في العهد القديم في سفر لويين منع لأي أمور من هذا النوع تحدث بين أخ وأخت. وأخذت العجين وعجنت وعملت الكعك أمامه، وبعدين خبزت الكعك، وبعدين جاية بقى تحط الكعك ليه قدامه هو نايم، فأبى أن يأكل، أبى أن يأكل. شوف هنا بيقول لك إيه، فأبى أن يأكل. وبعدين أمنون بقى عمل إيه؟ قال: اخرجوا كل إنسان عني، يعني كل الخدم ده ابن الملك بقى يطلع من البيت او من الأوضة دي، اخرجوا كل انسان عني. فخرج كل انسان عنه. كان الاصول بقى سمار تطلع هي كمان، يعني ايه اللي يخلي يطلع كل الناس ويبقى هو وهي؟
هي مش في مخها خالص، هي بريئة، مش في مخها ان الولد ده هيعمل، اخوها ده هي اللي من ام تانية هيعمل معها حاجة، مش في مخها على الاطلاق. كان الاصول هنا تنتبه. يبقى اذا الكتاب بيعلمنا ان احنا ما نعديش الامور، ودائما ناخذ حذرنا، لاني عمل حاجه غريبه، مشى كل الناس. ليه يقول كده؟ قال امنون اخرجوا كل انسان عني، فخرج كل انسان عنه. لا، ما ينفعش بنتك الصغيرة مثلا تخليها تاخد علاج طبيعي ولا مش عارف ايه، ومامتها مش معاها، اختها الكبيرة مش معاها، ما ينفعش. يعني الحذر مهم جدا. ليه؟ لان الخطية الجنسية منتشرة، والشيطان بيشتغل عليها كثيرا، فلازم تبقى واخد حذرك. مش هيحصل حاجة لما تروح بنتك للدكتور ومعاها حد، مش هيحصل حاجة، وخصوصا لو كان سنها صغير. وزي ما في علاقات غلط مع الكبار، أحيانا الخطية بتشتغل في الناس، يعملوا علاقات غلط مع الأطفال للأسف، وبتترك فيهم آثار نفسية. وعشان كده لازم تاخد حذرك. يقول الكتاب ان سمار ببراءتها ببساطتها، ما لما شافت أمنون بيطرد كل الناس كانت تصور تمشي معاهم. لا، ما عملتش كده. يقول كده الكتاب، قال لا تعالي نعمل الخطية. قالت له لا يا أخي، أنت أخويا قوية، لكن حطت نفسها في موقف ضعيف، وأبوها حطها، يعني هي طبعا أبوها مسؤول لأنه ما رباش ابنه. مش مسؤول في القصة في اللحظة دي، لا، مسؤول كمان من زمان، إنه مهتمش، مسؤول إنه كسر كلمة الرب وتجوز نساء كتير، فكان عنده أولاد كتير، يهتم بمين ومين ومين، وهو راجل ملك. فما تعلموه، ما تعلموش الأدب. وبعدين عليه مسؤولية، إن ده ابنك البكر، يعني ده الأصول يبقى الملك، أصول تعده إعداد كويس. لا، ناجح في الحكم، فاشل في البيت. دي رسالة لأي أب مشغول في شغل وشغل وشغل. تقعد مع أولادك قد إيه؟ تعرف إيه عن ابنك؟ تعرف إيه عن بنتك؟ تقول لي ما أنا بشتغل عشانهم. لا، مش كل حاجة الفلوس، مش كل حاجة، في حاجة اسمها الحنان والحب الأبوي اللي ما فيش حاجة تعوضه. ما تعملش زي داود. لو كان داود متواجد مع ابنه كتير ما كانش طلع كده. لو كان داود كلمه عن الرب كتير ما كانش طلع كده. لو كان داود حببه في الوصايا ما كانش طلع كده. يقول الكتاب طبعا، وفي كمان خطية داود اللي عملها، ما هوش قدوة. ما انت ما تبقاش وتشرب سجاير وتقول لابنك ما تشربش سجاير. ما يبقاش داود زنى وابنه هيقدر يقول لابنه ما تزنيش. يعني خطايانا بتضعفنا لا شك، بس كان وصول داود تاب ويرجع اب قوي. ايه اللي حدث بقى هنا؟ هي قالت لاخوها لا يا اخي، دي مزله، لا تزلني، لأنه لا يفعل هكذا في كل إسرائيل. يعني مش في بيت الملك بس، ما تعملش كده،
ده اللي انت عايز تعمله معايا وانا اختك ده ما بيتعملش على الاطلاق. لا تعمل هذه القباحة. يبقى هي رائعة بتسمي الحاجة باسمها انها قباحة. وانا هروح فين لما انت تعمل معايا كده؟ اما انا فاين اذهب بعاري؟ دعار. واما انت اللي انت ابن الملك فتكون كواحد من السفهاء في المملكة. يعني اي خزي هيجي لك واي عار هيجي لك ويجي لي انا وليك. هو طبعا هيجي لداود ابوك. قالت له كلام جامد، بس ده ايه؟ ده شخص عنيد لا يسمع الحق. باسم الرب يسوع امين. هي جروح المحب، لما حد يقولك لا ما تعملش كده، لا عيب عليك كده، لا ما تعملش في باباك كده، لا ما تعملش في مامتك، ما تعملش في مامتك كده، او ما تعمليش في مامتك كده، لا ما ينفعش. اوعى تعالي. اكرم اباك وامك. واكرام الاب والام ان احنا ما نعملش حاجه ضد السمعه بتاعتهم وضد وتخلي الناس تستهتر بيهم او تستفه بيهم. ده جزء من الاكرام. هو امنون لما يعمل كده ويتعرف ده فيها كرامه لداود؟ لا، هيقولوا معرفش ربيه، معرفش ربيهم. لا، اكرم اباك وامك. في حاجات ما نعملهاش بس عشان ما نعرضش اهالينا لاهانه. اكرم اباك وامك. ما بقاش اناني زي امنون كده فكر بس يشبع شهوته اللي عمل لها كبت وهينفجر منها. ومش مهم بقى اي حاجه، مش مهم النتائج، مش مهم داود يحصل له ايه، مش مهم اخته تحصل له ايه، مش مهم هو نفسه يحصل له ايه. باسم الرب يسوع نعلن ايماننا ان ابليس ما يقدرش يخدعنا بالخطيه. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع نحيا في الطهاره والقداسه. احفظ نفسك طاهرا. عزيزي المشاهد اكمل معاك في الحلقه القادمه. الى اللقاء. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5-9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.